أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كوكبنا. لطالما كانت علاقة الإنسان بالأرض وثيقة على مدى العصور، ولربما يكون أحد أخطر تداعيات التغير المناخي في المستقبل هو إمكانية ظهور أو إعادة إطلاق فيروسات وبكتيريا وطفيليات مستجدة. وخلال السنوات المئة الماضية تعرضت الحضارة الإنسانية لبعض الأوبئة التي انتشرت عالمياً، مثل الإنفلونزا الآسيوية، الكوليرا، الإيدز، وحتى إنفلونزا الخنازير، إذ أظهرت دراسات وجود 33 مجموعة من أنواع الفيروسات في الجليد، منها 28 نوعاً لم يتم اكتشافها ومعرفتها سابقاً، ولا توجد أي معلومات حول خصائصها البيولوجية وقدرتها على تشكيل خطر على الصحة. ولكم أن تتخيلوا ما هي السيناريوهات المحتملة إذا تحلل الجليد وتسربت هذه الفيروسات إلى المياه ومن ثم إلى الإنسان. الأمر لا يتوقف هنا، إذ أن الزيادة بنسبة 4% في مستويات إزالة الغابات في الأمازون ساهمت في زيادة بنسبة 50% في حالات الملاريا، لأن البعوض لينقل مرض الملاريا ينتشر بكثرة في الظروف المناسبة من سطوح الشمس ووجود المياه، وهذا ما توفره المناطق التي تعرضت حديثاً لإزالة الغطاء النباتي فيها. للحديث أكثر عن هذه المعلومات، هذه المخرجات، تنضم إلينا من عمان الخبيرة البيئية الصحية سهام مؤمنة. أستاذة سهام، أهلا بك معنا في برنامج كوكبنا. دعينا نبدأ معك بالوضع الذي نحن فيه الآن. هل هناك علاقة بين كورونا، هذا الفيروس، والتغير المناخي؟ مساء الخير، أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. لا شك أنه من آثار التغير المناخي اللي بنشهدها حاليا ورح نشهدها المزيد منها في المستقبل هو نشوء وانتشار المزيد من الأوبئة، ولا شك أنه الارتفاع في درجات الحرارة ساهم في نشر الوباء بدرجة أكبر. لكن اليوم البعض يقول أن هذه الأوبئة أستاذة سهام قد يكون لها أثر عكسي إيجابي على المناخ، سواء بتقليل الانبعاثات الكربونية وما إلى ذلك. ما مدى دقة هذا الكلام وهذا الادعاء؟ يعني في الواقع إحنا شهدنا في بداية الجائحة ولما صار حظر شامل في معظم دول العالم، لما حدث اللوك داون شهدنا انخفاض في الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتجاوز 5% تقريبا، لكن مباشرة وبمجرد عودة الحياة إلى طبيعتها عادت الانبعاثات إلى الارتفاع وبنسب أعلى من السابق، وذلك لأن الأنشطة الصناعية والحياة عادت، وعادت الأنشطة التنموية في محاولة لتعويض التدهور الاقتصادي اللي تسببت فيه الجائحة. يعني تستبعدين أن يكون هناك علاقة مباشرة لربما بين هذه الأوبئة وما يمكن أن تتركه كما يقول البعض إيجابا على البيئة أو على المناخ؟ للأسف إنه الأثر على الانبعاثات غازات الدفيئة كان مؤقت ومحصور بفترة الحجر الشامل أو الحظر الشامل اللي شهده العالم، بمجرد ما استأنفنا أنشطتنا الصناعية وحياتنا الطبيعية من طيران ومواصلات عادت الانبعاثات كما، فالأثر لن يكون دائما، هو أثر محدود ومشروط بتوقف الأنشطة. أشرت يا أستاذة سهام إلى مسألة مهمة جدا، مسألة التوعية. ماذا لو لم تتم في ظل ما تعيشه الأرض اليوم؟ فيما يتعلق بالأوبئة والتغير المناخي، أنا دائما بحب أتحدث عن الصحة كوجه للتغير المناخي، لأنه للأسف غالبا يتم إغفال الآثار الصحية للتغير المناخي، مع إنها تمس
كل إنسان على وجه الأرض وحتى الأجنة سيطالها أثر التغير المناخي. لذلك يعني حبذا لو كان في تركيز أكثر على وخصوصا في حملات التوعية في الحديث عن الآثار الصحية للتغير المناخي وكيف ستمس حياة كل إنسان على وجه الأرض، حتى نحصل من الناس استجابات وتفاعل أفضل لما نطرح استراتيجيات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي. كيف ترين مستقبل؟ أستاذة سهام، أشرت إلى نقطة مهمة جداً، مسألة التوعية. اليوم كيف ترين يعني آثار لربما أو كيف ممكن أن يكون هناك بطبيعة الحال، خلينا نتوقف عند هذه النقطة الأساسية مسألة التوعية، لأنه إن لم تكن هناك بالفعل توعية، ما الذي يمكن أن يكون أو أن تكون نتيجته على الأجيال القادمة؟ ما الذي يترتب عن ذلك؟ يعني إحنا يعني نشهد حالياً، مش رح نستنى للأجيال القادمة، نحن نشهد حالياً آثار التغير المناخي على الصحة العامة. نحن نشهد ارتفاع في حالات حساسيات الجهاز التنفسي الناتجة عن تلوث الهواء من الانبعاثات، ونشهد ارتفاع في الأمراض المنقولة بالمياه أو ما يسمى الووتر بورن ديزيزز، وذلك بسبب شح المياه. وهنا يجب الإشارة إلى أنه منطقتنا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أثر التغير المناخي عليها سيكون أوضح الآثار عليها، ستكون ارتفاع درجات الحرارة العالية من نسميه above average، والانخفاض في الهطول المطري، وبالتالي معظم دول المنطقة ستشهد شح مياه أو حالات جفاف في وقت أو آخر. ستشهد منطقتنا الكثير من الأحداث المناخية المتطرفة التي لها تداعيات صحية أيضا، ومن هذه التداعيات الصحية أنه شح المياه والجفاف سيقود دول كثيرة في المنطقة إلى أنها تعاني من سوء التغذية أو ارتفاع في نسب سوء التغذية عند السكان. وهون بحب أحكي عن شيء بحب أسميه الدومينو إفكت للتغير المناخي. بمجرد إحنا ما عم نعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، انخفاض في الهطول المطري، الأنماط الزراعية رح تتأثر، الأمن الغذائي رح يصير مهدد، وهل يؤدي ذلك أيضا إلى أوبئة أكثر؟ يعني اليوم هذا الوضع اللي نشير إليه هو وضع يعني قاتم جدا لمستقبل الأوبئة. نعم بالفعل، بكل تأكيد نحن نشهد وسنشهد المزيد من انتشار الأوبئة، لأنه أحد الآثار الرئيسية للتغير المناخي هو تدهور الأنظمة البيئية، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة على الطبيعة، حيث يعني قطع الأشجار كما تفضلتي ساهم أنه ينشر مرض الملاريا لمناطق جغرافية جديدة ما كان ينتشر فيها سابقا. الملاريا وغيره مثل الدنج، في حمى الدنج ومرض فيروس غرب النيل، هذه أمراض كانت محدودة جغرافيا في مناطق معينة ولم تكن مألوفة في مناطق أخرى. ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الشمالية من كوكب الأرض أوجدت البعوض الناقلة أو البعوض الناقل لكل من هذه الأمراض فرص لأنها تعيش وتتكاثر في مناطق جديدة للأسف. وتنشر هاي الأمراض في شمال الكرة الأرضية أكثر من السابق. شكرا جزيلا على المشاركة معنا من عمان خبيرة البيئة والصحة سهام مؤمنة، شكرا لك. ننتقل بكم مشاهدين الآن في الفقرة الثانية إلى مبادرة نوعية في غزة، تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة إعادة التدوير، نتابع معنا. أنا المهندس أكرم طموس، مهندس مدني
بالتعاون مع 12 مهندس من مجالات مختلفة افتتحنا مشروع سلة بلدنا لإدارة وفرز النفايات الصلبة. فكرة المشروع بتحكي انه في تطبيق الكتروني، التطبيق هذا بكون موجود على اي جهاز، بامكان اي مواطن في قطاع غزة يستخدم هذا الابليكيشن، بحيث انه يكون في عنده نفايات مفروزة، بيبعت اشعار لاي عامل قريب له، بيجي العامل وبياخذ النفايات المفروزة، ونهاية كل شهر حيكون له مبلغ من المال، حيكون في مخير المواطن اما ان يخصم فاتورة المياه وفاتورة الكهرباء عن طريق البلدية وعن طريق الشركة، او ممكن انه ياخذ الفلوس بشكل مادي. المبادرة شيء طيب جدا وقيم جدا، كنت أتمنى أو كنا نتمنى يكون هذا الشيء موجود من زمان، من فترة طويلة، لأنه النظافة أو النفايات هي عنوان للشعوب وعنوان لحضارتها. طبعاً المشروع هذا طبقناه على كمرحلة أولى في أبراج في منطقة تل الهوى، وعددهم 22 برج سكني، بالإضافة إلى الجامعة الإسلامية، وفي قادم الأيام إن شاء الله سنأخذ عدد من المطاعم وصالات الأفراح. قسمنا النفايات إلى ثلاث أصناف: النفايات العضوية باللون الأخضر، والنفايات الغير عضوية باللون الأزرق، والنفايات التالفة باللون الأصفر، وعززنا الفكر هذا لدى المواطن. بعمل زيارات ميدانية لدى السكان، وأيضا زيارات ميدانية لدى الطلاب الموجودين داخل الحرم الجامعي، وعززنا مبادئ اللي هو إدارة النفايات الصلبة. طبعا لما دخل علينا المشروع هذا، مشروع مبادرة سلة بلدنا فرز النفايات، سهل علينا أشياء كتير، لأنه كنا في السابق قبل ما تبدأ المبادرة، يعني أتكلم بصراحة، كان في تقصير من المواطن في التعامل مع النفايات، كله في سلة واحدة، والروائح الكريهة، القاذورات، الدبان، الحشرات، كان هذا الشيء مؤذي، مؤذي صحياً، مؤذي للعين، مؤذي للمشهد العام. طبعاً الشيء اختلف، طور كثير بالقدر الإمكانيات اللي موجودة عندنا، من ناحية أصبح فيه فرز، أصبح فيه عنا عدد أنواع من السلات. هدول مجموعة الشباب فكروا بطريقة إبداعية، فكروا بطريقة فيها نوع من الربط احتياجاتهم أو ربط تطلعاتهم باحتياجات البلد، فكان اهتمامهم وتركيزهم على موضوع فرز النفايات من المصدر واستثمارها، خاصة موضوع البلاستيك والمعدن والكرتون وإمكانية استثماره من خلال إنه يكون مشروع له مردود مادي ممكن يستفيدوا منه ويوفر لهم فرص عمل. طبعاً من خلال التطبيق ومن خلال عملية الفرز إحنا بنسهل العملية هاي للمصانع، بنوزع النفايات المخصصة لكل مصنع. عندنا المصانع اللي بتهتم في البلاستيك واللي بتطلع لمنتجات بلاستيكية بنديها للمنتجات، المصانع اللي بتهتم في صنع الأدوات الزجاجية بنديها للزجاج، وبرضو إحنا بنتمنى إن يكون في عندنا مصانع بتهتم في النفايات العضوية لأنها هي حصة الأسد في قطاع غزة. احنا بنحكي عن دور التوعية، دور التوعية كتير مهم وكتير بيساهم بنجاح الأفكار، لما أنا أقدر أصل للمواطن وأقدر أو أعبر له عن فكرة يمكن تكون شوي مجردة ومش واضحة كتير، بأنه قديش مهم تعاون هذه الأسر بموضوع فرز النفايات، أنه يكون في عنده أكثر من حاوية وأكثر من سلة موجودة في مطبخ الست. بالإضافة طبعا أنه استفدنا موضوع التوعية في هذا المجال، جلسوا معنا وأعطونا يعني بعض الأفكار إحنا ممكن نستفيد منها، فهذه استفادة علمية في حد ذاتها، استفادة لأهل بيتي إنه ممكن يتعاملوا بالشكل هذا، استفادة يعني في التطبيق البرنامج اللي نزل ممكن أستغله من خلال الجوال بالتعاون أو بالتنسيق مع عامل النظافة المسؤول عن الشغلة هذه من خلال بلدية غزة مشكورة. أكثر مساهمة لفكرة سلة بلدنا ولمشروع سلة بلدنا هو عملية ضبط كمية النفايات اللي عمالها بتخرج من المدينة يوميا. هذه النفايات بتم استثمارها مرة تانية وإعادة استخدامها.
احنا الانجاز اللي وصلناه انه بلشنا على برج سكني، والان لدينا اكثر من 22 برج لاكثر من 800 شقه سكنيه. في عندنا جامعه، في عندنا مطاعم، وزي كما ذكرت صالات افراح سنستهدفها في خلال الايام القادمه. قدرنا نعزز مبدا اللي هو فرز النفايات لدى المواطن. رؤيتنا وفكرتنا انه نحد من تراكم النفايات الصلبه، وبنحلم انه يكون في عندنا زيرو ويست. الإنتاج الصديق للبيئة هو مصطلح يطلق على الأفلام والأعمال التلفزيونية التي تراعي المعايير الخضراء في الإنتاج. لنتعرف على هذا بشكل أكبر، دعونا نتابع التقرير. أكدت الدراسة بأن الإنتاج الصديق للبيئة للأفلام يقوم بتوفير المال على منتجي الفيلم ويحافظ على بصمة كربونية أقل. فهل حان الوقت لاعتماد هذا الأسلوب بشكل رسمي من قبل دور الإنتاج؟ يترتب عن إنتاج الأفلام والمحتوى التلفزيوني بصمة كربونية كبيرة تتراوح من بين 4 إلى 40 طنا لكل ساعة إنتاج حسب النوع وطريقة الإنتاج. تنتج الأفلام ذات الميزانيات الضخمة أو تلك التي تستخدم العديد من أضواء الاستوديو أو المولدات أكثر من غيرها، بحيث ينتج فيلم سينمائي طويل واحد ما مقداره 150 طن من ثاني أكسيد الكربون. وجدت دراسة بريطانية أن إنتاج ساعة تلفزيونية واحدة ينتج عنه احتراق ما يقارب 1000 لتر من الديزل لتشغيل مولدات الكهرباء، استخدام 2600 كيلو وات من الكهرباء في الاستوديوهات، 2400 ميل سفر بالطائرات، بناء موقع تصوير، 170 صندوقا من الورق، مما ينتج عنه 13.5 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للساعة التلفزيونية الواحدة. الإنتاج المستدام الصديق للبيئة يأخذ بعين الاعتبار جميع أسباب الانبعاث الكربوني المترتب عن عملية الإنتاج. من الممارسات التي يعنى فيها الإنتاج المستدام توفير الطاقة، تقليل الحاجة لمولدات احتراق الوقود الأحفوري، إعادة استخدام المواد في مواقع التصوير، تقليل الحاجة إلى الطباعة، التقليل من تناول اللحوم في موقع التصوير، إدارة النفايات. يعتبر فيلم كوستا برافا أول فيلم روائي طويل عربي تم إنتاجه بممارسات الإنتاج المستدام. ما يميز فيلم كوستا برافا أيضاً أنه يحمل رسائل وممارسات صديقة للبيئة من خلال النص والقصة. تم تعيين منتج تأثير لهذا الفيلم لضمان التزام الإنتاج بالممارسات المستدامة خلال التصوير. فكيف تمكن فيلم كوستا برافا من المحافظة على المعايير البيئية خلال الإنتاج؟ وللحديث أكثر عن هذا الفيلم ينضم إلينا من بيروت منتج التأثير البيئي في فيلم كوستا برافا لاري بوصافي. لاري، أهلا بك معنا في برنامج كوكبنا من سكاي نيوز عربية. في البداية أود أن أعرف منك، ما هو الدور اللي تلعبه حضرتك في الفيلم؟ ما هو منتج التأثير؟ وكيف استحدث أيضا هذا الدور لاري؟ مساء الخير. دور منتج التأثير هو أول شيء يهتم بأنه يكون التصوير الصديق للبيئة عم بتم بطريقة مظبوطة وضمن المعايير المعتمد عليها، وبنفس الوقت اللي هي الشيء الزيادة اللي عم نزيده على التأثير بالإجمال، هو مفروض يتضمن حملة عم تنزل مع الفيلم بعدين، حملة توعية تختص بأحد الرسائل الموجودة بالفيلم، منتعرض لها ومنطرحها ومنجرب نخلق مثل اكتيفيتيز حواليها كرمال نقدر نشارك، نخلي العالم يعني اللي عم تحضر الفيلم واللي بدها تحضر الفيلم واللي مهتمة بالفيلم بتشارك أكثر فيها من خلال عروضات معينة، من خلال قصص معينة. هلأ كله عم نجرب نحضر له وعم نشوف شو أفضل طريقة لنقدر نوصل الفيلم، وأهم شيء الرسائل اللي عم يطرحها الفيلم
لأكبر عدد من العالم بلبنان وبالعالم العربي إجمالا. سأسمع كلاري في تفاصيل المعايير التي اعتمدت وحتى الحملة التي تتحدث عنها الآن، لكن قبل ذلك كيف بدأت فكرة هذا الفيلم تحديدا؟ أنه أول مرة نستمع أنه فيلم يعتمد على معايير بيئية خالصة. نعم، هو كفيلم رواية طويل أول فيلم بيتبع المعايير الخضراء الجرين شوت اللي بنسميه نحن. هو ثاني مرة بتصير بالعالم العربي، أول مرة صارت على فيلم قصير كانوا جرينر سكرين، شركة جرينر سكرين هن منظمة وشركة بتهتم بهالقصص، يعني يعني بهذا اللينك بين المعايير البيئية والإنتاج السينمائي. هن نصح بسام وعبير، هن من العالم اللي حكيونا مع بيروت دي سي اللي كمان منظمة تانية بيهتم بالقسم التوعوي اللي خاصه مع القسم التسلية، هن اللي حيكونا كرمال نجرب نقدر نعمل أول مرة كاف أول فيلم رواية طويل خاصه بالبيئة. كيف ساهمت طريقة الإنتاج لاري؟ خليني أغوص معك قليلا قبل ما ينتهي وقتنا. كيف ساهمت طريقة الإنتاج الخضراء بتخفيف العبء إنتاجيا عليكم؟ يعني ببلد قد يكون إيجاد الطاقة والموارد فيه تحديا الآن. صراحة يعني وقت نخفف بلاستيك هو يعني كأهم شيء بقصة الانتاج الصديق للبيئة هو نخفف نفايات، يعني مش انه نجرب نعمل إعادة تدوير أو شيء، هو المهم نخفف نفايات. فطالما عم نخفف نفايات هو ده عبء عم بيروح على كذا قسم من فرق العمل اللي هن أصلا يعني مثلا في مصاريف زيادة مفروض يكون هيدا، في قسم إشي عم بتروح مثلا من خلال كيترينج تنقول اللي بيهتموا بالطعام وكل شيء، كانوا مثلا كل يوم تصوير بالإجمال بيصرفوا فوق 300 قنينة بلاستيك، فوق 300 كباية، فوق 300 هيدا، هودي كلهم مثلا راحوا من البادجت تبعهم لأنه صرنا عم نستعمل قصص عم تتغسل وكل شيء من ستينلس ستيل لكبيت زيز لكل شيء، مع مثلا الارت دايركشن اللي هنا بيهتموا بهندسة الديكور مثلا كانوا عم بيجربوا يلاقوا قصص يكونوا ديجا مستعملة يركبوها ويفكفكوها مثلا تيرجعوا يستعملوها بغير مشاهد كرمال ما يكون عم بيصير في مصاريف زيادة. بالتياب نفس الشيء، في كتير قصص عم بتأجر، في مثلا القماش اللي عم بينشرها ما عم بيروح منه ابدا ولا اي نوع زائد لانه عم بيستعمل بقصص تانية كمان، واذا ما استعمل بالقسم الملابس عم بيستعمل مثلا بقسم هندسه الديكور. فبالنهايه يعني هو اهم شيء يكون الفريق العمل مسؤول وفهم يعني مفسرين له منيح شو الهدف من التصوير الصديق للبيئة، مش بس انه عم نتبع ست معايير، هي كمان تجي على صعيد شخصي كمان مش صحيح. بس على فكرة انه شيء مفروض علينا. نعم، كيف ترى أهمية الأعمال المرئية في المساهمة بمواجهة التغير المناخي؟ يعني بالنهاية ونحن خاصة هلأ من وراء جائحة الكورونا اكتشفنا انه كل العالم قضيت وقتها عم تحضر قصص وعم بتشاهد ان كان افلام او مسلسلات او كل شيء. بالنهايه يعني العالم السينمائي كثير مهم لانه اول شيء عم بيوصل لبيت كل شخص، وثانيا اكثر اذا بدك اندستري قادره تاثر على العالم لانه كل العالم تحضر افلام، كل العالم تحضر مسلسلات، ف من خلال هيدا العالم فينا نقدر نقطع يعني رسائل معينة تقدر العالم توصلها بلا ما تكون عم تعذب حالة وعم تعب حالة لتروح تفتش عليها، عم يوصلوا لها دغري على بيتهم. وهيدا الشيء مثلا نحن عم نلاقي من ورا كوستا برافا اللي اصلا هو بيحكي عن أزمة النفايات بالعالم بلبنان وكيف عائلة هربت منها العالم كرمال تقدر تعيش بطريقة صحية اكثر. فالهدف من انه نعمل يعني كان هدف كتير أساسي أنه نقدر نعمل إنتاج صديق للبيئة لأنه موضوع الفيلم هو خاصه بموضوع الفيلم هو موضوع بيئي وبهمنا كلنا يعني رح يشكل توعية بطبيعة الحال لكل ما يشاهد لاري، هذا ما أفهمه من كلامك. الفيلم كوستا برافا حصل على جائزة النجم الخضراء بمهرجان الجونة، هذه الجائزة لاري كيف يمكن أن تدعم
مشروعكم وأن تدعم ربما الحملات اللي أشرت إليها في بداية حديثك. هيدي الجائزة فيها تأثر بطريقة وين إنه العالم عم تعرف أكتر إنه مش بس عم بينحكى عن الإنتاج الصديق للبيئة وعم يتروج له، بالعكس عم نعطيه جوائز، عم نعطيه أهمية، وعم نوصله عم نعطيه بريس أكتر كرمال يقدر العالم يفهمه إنه هيدا الشيء كمان مش بس مهم، هذا الشيء بيوصل يعني بيفتح مجالات معينة كمان وكل شيء. وأنا برأيي كل الإنتاجات تصير بالنهاية صديقة للبيئة، لأنه كلنا عايشينها هيدا حاليا، ووصلنا لمطرح كتير حساس بين لبنان وبالعالم العربي وكوين ما كان، وإن إنه لازم كلنا حتى على الصعيد الشخصي نبلش. فهيك جايزة أنا بالنسبة أن إحنا مثلا انبسطنا فيها، لأنه إنه اكتشفنا انه خلص العالم عن جد صارت عم بهمها هالشيء، مش بس عم بهمها، عم بدها تدعم هالشيء. وان شاء الله هالجائزة تكون من القصص اللي عم تفتح لنا كمان مجالات معينه من خلال الحمله، ابواب جديده، افكار جديده وكل شيء. وهودي كلهم يعني مفروض نتطرق لهم هلا انه قريبا بس نبلش مزبوط بالحمله وكل شيء. نتمنى لكم كل النجاح. شكرا جزيلا على المداخلة معنا من بيروت، منتج التأثير البيئي في فيلم كوستا برافا لاري بوصافي، شكرا لك. وقبل الختام نسلط الضوء على توقيع كل من الإمارات والأردن وإسرائيل إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتحلية المياه من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ وتأثيراته على أمن الطاقة والمياه في المنطقة. نتابع التقرير. الاتفاقية نصل إلى ختام برنامج كوكبنا لهذه الليلة، شكرا لكم على المتابعة الدائمة، اللقاء يتجدد في الحلقة القادمة، دمتم بأمان الله.